السلام عليكم مشاهدينا، دعونا نضحك قليلا مع هذه اللحظات الرياضية الفريدة. بعدما اصطدم اللاعبان ببعضهم البعض، قام الحكم فجأة بحركات غريبة ومضحكة. هذا ما يحدث عندما تريد لعبة البولينج التخلص منك بسبب فشلك في التسديد. إنها ببساطة تضع الهدف أمام الكرة لتفوز أنت وترحل. هل يمكنك تخمين ما الذي يحدث هنا؟ وما الذي جعل الكرة ترتفع وتسقط في الكوب بهذه الطريقة؟ نرجو منك مشاركتنا بالإجابة في التعليقات لأننا نتلهف لمعرفة السبب. تحدث الكثير من الأشياء الغريبة بين المصارعين في حلبة المصارعة، لكن لم يتوقع أحد أن يقول الملاكم بإعطاء قبلة لملاكم آخر، لكن هذا ما حدث بين يوشيهيرو وهيث، حيث قام الأخير بلكم الأول مباشرة بعدما أعطاه الأول قبلة. إذا كنت تحلم برؤية سلحفات تركض، فهذا المقطع هو الأنسب وربما يكون الوحيد في العالم. سلحفات تركض على جهاز مشي، والغريب أنها استطاعت أن تركض بسرعة عندما زادت سرعة الجهاز. ظهر أرنب فجأة في مضمار سباق دراجات نارية، وقد قام بوثبة طويلة رائعة مثل أبطال الوثب الطويل. نحن نتكلم هنا عن مشكلة ملايين البشر، وهي التخلص من الوزن الزائد. لقد اخترع هذا الرجل طريقة فعالة على الجميع القيام بها. شاهدوا بأنفسكم. عندما أخفق زيمرمان في تسديد الكرة، علقت في خوذة هذا الرجل الذي يجلس خلفه. جعل هذان الرجلان لعبة البينج بونج مسلية أكثر بواسطة استخدام عدة أدوات لضرب وتسديد الكرة. يجب تكريم هذا الرجل على القيام بهذه الحيلة، حيث تمكن من الوقوف على يديه ثم رمي الكرة للأعلى لتدخل بشكل مثالي في الشبكة. إنه حق رائع. في مسابقة WWE، تعرض المصارع بريت دومينو للمزاح من إيفا إيفرت وأنجل سينكلير، وقد قاموا بمضايقته عدة مرات، وخاصة عندما وضعت أنجل رأسه بين ساقيها وفركت وجهه في الأرض. هناك أشخاص يكونون على استعداد دائم لاقتناص الفرص، وهذا الرجل واحد منهم بلا شك، إذ أنه أخرج كاميرته على الفور بعد سقوط لاعب كرة القدم جابي على اللوحات المعدنية والتقط هذه الصورة له. قبل التنافس مع أماندا نوني في UFC 200، كان على تيت أن تزن نفسها، فخلعت جميع ملابسها، ولاحظ الجميع كيف ينظر إليها هذا الرجل الذي على يمينها. عند التنافس مع ولاية سان دييغو، ترك ديريك ماركس ذكرى لا تنسى لدى مشجعي الرياضة، فبعد أن انزلق على الأرض عاد إلى اللعبة بطريقة مضحكة للغاية. بعد القيام بعدة لفات، أذهلت هذه الفتاة الجميع بقدرتها على دفع سيارة جيب. إنها حقا تتمتع بمرونة ولياقة بدنية مذهلة. بواسطة الترامبولين والكرة ومرونته وذكائه، تمكن من إنتاج هذا المشهد الرائع. هذا ما ندعوه بثمار العمل الجماعي، حيث تمكن هؤلاء اللاعبين من خلال العمل الجماعي ابتكار هذه التحفة الفنية. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، لكن فقراتنا لا تنتهي أبداً. انتظرونا في فيديو جديد مع مواقف جديدة، وإلى أن نلقاكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. إلى اللقاء.